بلشنا. لو نويت تنسى اللي فات واللي كان وذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان وذكريات، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني. ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكات. قالوا الناس انك بايعني، يا ما قالوا الناس عليك، قالوا الناس انك بهاني، يا ما قالوا الناس عليك. قلت شاري سيبوا يبعاني، قلت شاري سيبوا يبعاني، زاد كلامهم حبي ليك، ما بلاش تشمت غيري فيا، بلاش تلومني عاللي فات، ما بلاش تشمت غيري فيا، ما بلاش تلومني عاللي فات، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني. ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تهجر من سكانك. كيف ركبته؟ اسم الله اسم الله. بس كيف اخدته الطبقه بسرعه؟ عشان انا كذا مره غنيت معاه فعارفين. لما اذا هي بدت راح يكون طبقة عالية علي علي، فهو يبدأ وانا على قد ما اقدر. نسيت البنت غير الشاب، غير اللي بيعرفوه الناس. الناس بيفتكروا طبقة الشاب اعلى. لازم نوضح انه طبقة لا. المرأة أعلى طبعا أعلى. اكيد من كمان منتصر دارس ميوزك فهو عارف اكتر المواضيع دي. يعني منتصر يمكن اصغر مني سنا وانا اكبر منه، بس دايما بتعلم منه. منتصر عندك كم سنة؟ 21. حياتي صغير، بس دايما بتعلم منه ان هو درس ميوزك، ف مش غلط انه يعلمني وانا برضو اديله حاجات انا عارفاها بالفطره مش بالدراسه، فبتعلم منه كتير. يعني واضح انه عندك تكنيك صوت واضح بالفطره. ما انا مش دارسه مزيكا خالص، بس بسمع كتير لكذا نوع من المزيكا. يعني بسمع قلت حبابيه، بسمع لبناني جبلي، وبسمع حاجات كتير جدا، فساعدتني ان ادرب صوتي من غير ما ادرس المزيكا. طب يلا